في الأحلام تلك الله تشاه وتنورت من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير كما جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا آمين. صلوا بنا على رسول الله. لا يزال الحديث متواصلا في التدبر في كتاب الله عز وجل، وبما أنني يعني شغلت اليوم موقف يعني صراحة تأثرت به كثيرا وكثيرا. طفلة، خلي بالك، طفلة عمرها 5 سنوات، 5 سنوات تقول يعني إنها كانت في المقرأة والمعلمة بتحفظ لها صورة عبس وتولى. طبعا في آخر الصورة فإذا جاءت صاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في المعلمة شرحتها الموقف يوم القيامة إن الإنسان حين وحيد، لا أم ولا أب ولا أخ ولا صاحبة ولا 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 وحده في البيت أعدك عين. ليه؟ قالت أنا مش عايز أبقى وحدي، أنا عايز أبقى مع ماما وبابا. أنت متخيل؟ التدبر في كتاب الله أقسم بالله نعمة، نعمة. أنا لا أريد أن أطيل اليوم، ولكني أقول خاطرتي في سؤال وجواب. السؤال: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم جمع بين كلمة الظلمات وأفرد كلمة النور. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ليه ربنا سبحانه وتعالى جمع الظلمات ولم يجمع النور؟ جاء بالنور مفردة، كلمة النور مفردة، والظلمات جمعها، لماذا؟ هل يعرف؟ أحسن صحيح. صلوا بنا على رسول الله. الظلمات كثيرة، النفس والهوى والشيطان وأصحاب العقول المريضة، لما يجي واحد يقول لك كذا وكذا 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 يشحن فيه، هذه ظلمات كثيرة. ولذلك الله تبارك وتعالى جمع كلمة الظلمات، لكن الرماح النور ما جاء به الرسل من عند رب العالمين. هو في نور غير النور الذي انزل به الرسل؟ ولا يكون في حد تاني انزل نور تاني؟ لا، هو النور واحد. ولذلك الله تبارك وتعالى جمع كلمه الظلمات لانها متعدده والنور واحد، فجاء الله تبارك وتعالى بها مفردا. السؤال الثاني: ما الفرق بين الحسره والندامة في القرآن؟ حد تاني جاوب كده؟ الفرق بين الحسرة والندامة. تمام. والحسرة برضه احسبها لك صح، أنا هو قريب برضه إلى جنب، ما تفضلش حسرة. صلوا بنا على رسول الله. الحسرة هي من الندامة لكنها أشد أنواع الندامة، شديدة جدا الحسرة. والحسرة تكون في شيء منقطع خلاص كده، زي ما الشيخ حسن يوم القيامة خلاص كده هيرجع الدنيا مش هيرجع خلاص، ده موضوع إيه؟ انتهى. فتكون الحسرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.
اللهم اشف نفسه وقوله وارحمنا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا واختم الباقيات الصالحات لرب اعمالنا وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله